هو مرض نادر يصيب القليل من الناس، بس أنا كنت واحدة منهم. بدأ معاي في 2012، بدأت الأعراض، التنميل في الأطراف وما كنت أقدر أحس فيها، ولكن تجاهلت الأعراض بسبب الجهل بالمرض وما كنت معطية الموضوع أهمية. كنت أقول يمكن من الحمل والولادة وممكن ديسك، لين 2015 بعد ما جبت آخر طفلة صرت ما أقدر أمشي. أول هجمة كانت فقدان القدرة على المشي وعدم الإحساس بالأطراف. ثاني هجمة كانت زغللة أو غشاوة في العين، وآخر هجمة كانت نفس الشيء في الأطراف، ما كنت أقدر أحس بأطرافي وما كنت أقدر أمشي. أختي العزيزة، صعب جداً أشرح مقدار الحب والفخر اللي أنا أحس فيه. يمكن ما تشوفين هالشيء أمامك، لكن من وراك أنا دائماً أتكلم بفخر عنك، دائماً أضرب المثل في مدى القوة اللي أنت فيها. منى تغيرت 180 درجة، صارت بتعمل رياضة أكثر. She's eating healthy. خسرت وزن كتير. As a person, Muna is 180 degrees أفضل. She's a better person. حتى with or without MS. كشخص she's a better person. She's happier. She's healthier. منها مكتئبة، منها زعلانة. وصلت مرحلة من التصالح مع هالمرض ومن السلام الداخلي، قمت أشوف أن هذا المرض صار نعمة في حياتي وساعدني أنظر للحياة بطريقة أخرى، وساعدني أني أتعامل مع الناس، مع أولادي، مع أهلي بطريقة أخرى. أعطاني أمل أكبر وخلاني أعرف قيمة الحياة أكثر. أنا حاولت أني أطلع من هاي القوقعة وأني أنظر للموضوع بطريقة مختلفة، وأن مثل ما أنا أحتاج أساعد نفسي هم بعد يحتاجون أنهم يساعدوني، ولازم أعطيهم فرصة أنهم يساعدوني ويوقفون معي.